عبد الحميد، تمنياتنا بقى ان نشاهد لقاء سريع ما بين الفريقين. عاده ما تتسم لقاءاتهم بالسرعه والاثاره، ما فيش بديل للزمالك سوى الفوز، وما فيش بديل للترسانه الا بالخروج ولو بنقطه على الاقل من هذا اللقاء. اول هجمه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال، وصفر حكمنا الدولي الكابتن محمد مصطفى فاول لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. هيلعبها طارق السعيد هداف الدوري الممتاز وهداف نادي الزمالك، طارق السعيد 7 اهداف، وجنبه طارق السعيد. لاعب طارق السعيد العرضيه وارتقاء عالي من داخل منطقه الجزاء، ترجع ورا تاني وتامر عبد الحميد وتسديده، وغريب حافظ ماسك على طول كورته، اول تسديده في اللقاء بعد مرور ايه نقول 54 ثانيه من صفاره الكابتن محمد مصطفى. واضح كده من البدايه ان اوتو فيستر مدي تعليماته للاعبي الزمالك بالتسديد من خارج منطقة الجزاء لضرب التكتل الدفاعي لنادي الترسانة. إبراهيم حسن بيرجع ورا، وائل الأباني بيغير الملعب في خط الوسط لطارق السعيد، والسعيد ناحية اليمين لوليد صلاح، وليد صلاح وتحركات ولسه الكرة مع وليد، وتسديدة من وليد وسط من غريب حافظ. وليد صلاح عبد اللطيف كان أحرز هدفين في اللقاء السابق في مرمى المقاولون العرب، ورفع من رصيده من 4 اهداف الى 6 اهداف، يجي بعد طارق السعيد في ترتيب الهدافي نادي الزمالك، وقدم عرض طيب جدا مع نادي الزمالك. لسه الكره ناحيه اليمين، محمد عمر نادي الترسانه، وادي سيد حسين احد نجوم نادي الترسانه في هذا الموسم. ترجع ورا مهند البوشي 6 اهداف ايضا داخل المستطيل الاخضر مهند البوشي، وبينافس على صداره الهدافين في الدوري الممتاز. استلام من تامر عبد الحميد على الارض ناحيه الشمال، هيثم فاروق فتره جس النبض طبعا من كلا الفريقين. وليد صلاح لسه الكره معاه، ومحاولات للمرور من ايمن خليل، جاي له معاونه من علي رشدي، لكن حكم اللقاء محمد مصطفى مد فاول لصالح نادي الترسان. بدايه هادئه باستثناء تسديد التامر عبد الحميد على مرمى غريب حافظ. شاط احمد عدت نص الملعب، ادي مهند البوشي ومع هيثم فاروق عوده الى التشكيل الاساسي بعد حرمانه من لقاء واحد لحصوله على انذارين. محمد عمر لاعب رمية التماس على طول، وادي تامر عبد الحميد بيرجع ورا لوائل الاباني، الاباني قدامه مساحه بيفكر يدي لمين، ماشي وائل بالكوره، وابراهيم حسن واخد الجانب الايمن، وحسام عبد المنعم، حسام على الارض للغندور، الغندور لابراهيم حسن ورا لتامر عبد الحميد. استلام من وليد صلاح وتسليم على طول لهيثم فاروق، لكن محطوطه في العمق، قطع احمد زغلول ليبرو نادي الترسانه لعلي رشدي، علي رشدي ناحيه الشمال لستالي ايجيك لاعب نادي الترسانه النيجيري تحت 20 سنه، ستالي ايجيك ثالث موسم ليه مع نادي الترسانه، لسه ما احرز ولا هدف حتى الان في بطوله هذا الموسم ستالي ايجيك، وبجوار مهند البوشي هداف نادي الترسانه هذا الموسم. محمد عمر النادي الترسانه لكن مقطوع على طول لتامر عبد الحميد. ابراهيم حسن استلام من ابراهيم وضغط من لاعبي نادي الترسانه على مفاتيح اللعب في نادي الزمالك. حسام حسن وجوه المنطقه وخطر، وهوبا يا حسام يا حسن، هوبا يا حسام يا حسن، وتسديده. شوفوا بقى حضراتكم مفيش شك عوده حسام حسن الى الهجوم لنادي الزمالك، اضاف قوه كبيره جدا في خط الهجوم، احرز هدف جميل في اللقاء السابق وصنع اكثر من هدف، نجم منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي السابق ونجم نادي الزمالك الحالي. طارق السيد مقطوعه من طارق، علي رشدي ناحيه اليمين لمحمد عمر، وتسديده لكن بعيده عن الثلاث خشبات، ضربه مرمى لنادي الزمالك. لقاء بقى استعادة الذكريات الجميلة ما بين نادي الزمالك ونادي الترسانة، والمنافسة الخاصة
بينهم من زمن طويل. النهارده استاد القاهره الدولي بيشهد هذا اللقاء في اطار مباراه الاسبوع ال15 لمسابقه الدوري الممتاز. بنلعب في الدقيقه السادسه، التعادل بدون اهداف حتى الان في جو مشمس وجو كروي في استاد القاهره الدولي. وليد صلاح عبد اللطيف، هات وخد، وحسام حسن استلم من حسام ولف على طول عايز يدي لوليد صلاح، لكن مقطوعه من سيد حسين في نص الملعب. ترجع تاني لتامر عبد الحميد لحسام حسن، استلام من حسام والعرضيه لوليد وحط على رجله الشمال ودخل وخطر، اوبا والعرضيه، لكن طالع غريب حافظ في وقت مناسب جدا وماسك كرته قبل ما تعدي العرضيه. شوف حسام حسن، ادي العرضيه، استلام كويس قوي من وليد صلاح، مهاره عاليه وعمل تمويه ولعب العرضيه، لكن طالع غريب حافظ وماسك كرته في الوقت المناسب جدا قبل ابراهيم حسن وتامر عبد الحميد في الناحيه الثانيه. محاولات من الزمالك لاحراز هدف مبكر طبعا يريح اعصابه كتير جدا، وتنظيم دفاعي جيد حتى الان من نادي الترسانه والاعتماد على الهجمات المرتده ولاعبي خط الوسط المتمثلين في محمد ابو تريكه وعلي رشدي وعلاء نوح. ادي علي رشدي ناحيه اليمين لمحمد عمر الظهير الايمن لنادي الترسانه، هات وخد مع محمد ابو تريكه، لكن خارج الملعب رمي التماس للترسانه. محمد ابو تريكه ثلاث اهداف حتى الان في هذه البطوله في المصري والاتحاد والمحله، احد نجوم نادي الترسانه وساهم في صعوده من دوري الدرجه الاولى الى الدوري الممتاز. احمد زغلول بيلعب واحده طويله، ارتقاء عالي من مهند ومعاه هيثم فاروق من تو من من بدايه هذا اللقاء. هيثم مع مهند البوشي وحسام عبد المنعم مع ستانلي اجيك. حسام عبد المنعم بيلعب واحده طويله لحسام حسن ناحيه اليمين، بيحاول حسام يلحق ولحق فعلا حسام داخل منطقه الجزاء، وابراهيم اللي كان واخد الكره اللي فاتت دي رايح له خالد الغندور، ادى لخالد، خالد بيرجع ورا لحسام عبد المنعم، لكن مقطوعه خارج الملعب رامي التماس ناحيه مدرجات الدرجه الثالثه لنادي الزمالك. حسام عبد المنعم، شوفوا بقى ابو تريكه في كل حته من الملعب، كان ناحيه اليمين في الكره اللي فاتت ونقل نفسه ناحيه الشمال. طارق السيد لطارق السعيد صاحب هدفين في اللقاء الدور الاول طارق السعيد، لكن حكم اللقاء محمد مصطفى قال لمست طارق قبل ما تخرج بره، تبقى رمي التماس لنادي الترسان. لا بديل للزمالك سوى الفوز بثلاث نقاط اللقاء لمواصلة الصدارة. اللقاءات بقى الأسبوع الخمستاشر اللي بتقام في نفس التوقيت، الترسانة النهاردة، وهكمل مع حضراتكم بعد الهجمة دي. وخطر، أوبا، ووليد صلاح عبد اللطيف، وليد صلاح عبد اللطيف كاد أن يحرز الهدف الأول في هذا اللقاء، لكن شوفوا بقى حضراتكم الكرة العرضية الجميلة، وادي وليد صلاح عبد اللطيف واستقبال من وليد، لكن فين يا وليد؟ بعيدة عن الثلاث خشبات. ادي الكرة العرضية ووليد صلاح، وتعدي من احمد زغلول وليد صلاح، لكن كان وضع جسمه مش مؤهل ان هو يسدد على المرمى، تطلع مش مظبوطة وبعيدة عن الثلاث خشبات، ضربة مرمى لنادي الترسانة. ابتدى الاداء يرتفع شوية ويحاول الزمالك احراز هدف التقدم، لكن الترسانة حتى الان مقدمة عرض طيب ومقفلة دفاعاتها بصورة جيدة حتى الان بعد مرور حوالي 9 دقائق من بداية الشوط الاول. وائل العباني نادي الزمالك حسام عبد المنعم ناحية اليمين، ابراهيم حسن استلام من ابراهيم ودوران لوائل العباني تاني، دخل على دائرة السنتر وائل بيفكر يدي لمين، ادى لطارق لكن مقطوعة من طارق، لكن واضح ان في رقابة فعلا لصيقة من لاعبي نادي ترسانة على مفاتيح اللعب في نادي الزمالك. طارق السعيد، وادي واحدة حلوة وانطلاقة من الخلف للأمام وترقيصة حلوة على حدود منطقة الجزاء وخطر، وأوبا، وبجوار القائم الأيسر، بجوار القائم الأيسر، تسديدة حلوة قوي من
نادي الترسانة، لكن بجوار القائم الأيسر. شوفوا حضراتكم بقى في العادة، حلوة حلوة حلوة، استلام حلو قوي من علاء نوح، وتسديدة بجوار القائم الأيسر لعبد الواحد السيد. أحرز هدف حتى الآن علاء نوح في بطولة الدوري في سكة حديد سوهاج، وسد التسديدة حلوة جدا على شمال عبد الواحد السيد. خالد الغندور عدى في وسط اثنين، وحكم اللقاء قال ما فيهاش حاجة، مقطوعة من أحمد زغلول. محمد أبو تريكة مع تامر عبد الحميد، أبو تريكة وعبد الحميد، وسيناريو أكيد هيتكرر كتير خلال هذا اللقاء. واضح كده أن أيضا أوتوفيستر مدي تعليماته لتامر بمراقبة انطلاقات محمد أبو تريكة من خط الوسط. وليد صلاح عبد اللطيف ناحية اليمين عايز يفتح ثغرة يلعب العرضية، لكن خارج الملعب، ضربة ركنية لنادي الزمالك من ناحية اليمين. ادي وليد صلاح عبد اللطيف، تحركات بقى عرضيه هو وحسام حسن لخلخله دفاع نادي الترسانه، واعطاء الفرصه للاعبي خط الوسط للانطلاق من الخلف للامام. وانا شايف احد لاعبي نادي الترسانه وعلى الارض، اعتقد ايمن خليل اللي خبطت فيه الكوره قبل خروجها الى ضربه ركنيه. ادي حسام حسن والثنائيات داخل منطقة الجزاء، تتلعب على ايمن قريب، ترجع تاني لطارق السعيد ناحية اليمين للغندور، وركنية تانية من ناحية اليمين لنادي الزمالك. الركنية التانية لنادي الزمالك من ناحية اليمين، هلعبها طارق السعيد والعرضية وحسام عبد المنعم، لكن جوه منطقة الجزاء ترجع تاني لطارق السيد، يلحق طارق قبل ما تطلع بره وحط على رجله الشمال. استلم من حسام عايز يعمل هات وخد مع حسام عبد المنعم، لكن خارج الملعب، ضربة مرمى لنادي الترسان. 8 دوري للزمالك مقابل بطولة واحدة فقط لنادي الترسانة موسم 62-63. هيثم فاروق بيلعب واحدة أمامية لحسام حسن، لكن قافل على طول محمد عبد الواحد في نص الملعب لعلي رشدي. لسه الكرة مع علي، ويدي لمين؟ ادى لعلاء نوح رقم 18 لستانلي، ومعاه حسام، عدى ستانلي كويس وماشي من ناحية الشمال، وممكن تشكل خطورة، واستالي ومين جاي من ورا، لكن ألشأ وخارج الملعب. ألشأ على خفيف كده من لاعبي نادي الزمالك وخارج الملعب، وارتباك مفاجئ في أداء نادي الزمالك، وضربة ركنية لنادي الترسانة. أدي طارق السعيد، وأعتقد كده ألشأ من طرف عبد الواحد السيد بيتفرج عليها خارج الملعب، ضربه ركنيه لنادي الترسانه. اتلعبت على طول، الغندور واخد رمي التماس لنادي الزمالك ناحيه مدرجات الدرجه الثالثه، ابراهيم حسن استلام للغندور تاني، لكن ضغط عليه محمد عبد الواحد لاعب منتخبنا الوطني للشباب، واحد اللاعبين الصاعدين الواعدين في صفوف نادي الترسانه. تامر عبد الحميد نقطه الاتصال الرئيسيه في خط وسط نادي الزمالك، لكن محمد مصطفى مدي فاول لطارق السعيد، هو وطارق السيد هات وخد، بيرجع ورا لتامر عبد الحميد، استلام على مهله على طول في خط الوسط، هات وخد، ومحاولات بقى شوفوا لخلخال الدفاع نادي الترسانه، وحكم اللقاء مدي فاول لنادي الزمالك. فاول من حته حلوه قوي لنادي الزمالك من محمد عمر. شوفوا حضراتكم بقى في الإعادة، ادي حسام حسن ومعاه من تومان، مش سايبه سيد حسين، وفاول حسبه الكابتن محمد مصطفى. انا شايف وليد صلاح عبد اللطيف، هيثم فاروق، ابراهيم حسن، وادي غريب حافظ حارس مرمى نادي الترسانة بيوقف حته، كان احرز هدف جميل وليد صلاح عبد اللطيف في مرمى مزارع دينا من ضربه حره. وادي هيثم فاروق ايضا، وداخل هيثم سابها لوليد، وحلوه يا وليد يا عبد اللطيف،
حلوة حلوة حلوة. وليد صلاح عبد اللطيف لسه بقول لحضراتكم كان أحرز هدف جميل في مرمى نادي مزارع دينا، ووليد صلاح عبد اللطيف حاططها إيه يعني نقول في إيه، في القائم والعارضة في نفس الوقت. أدي وليد صلاح عبد اللطيف، وحلوة حلوة حلوة وخارج الملعب، العارضة والقائم ينقذان الترسانة من هدف أكيد من تسديدة حلوة من وليد صلاح عبد اللطيف في الدقيقة 15 من الشوط الأول. الغندور بيلعب واحدة بينية طويلة لحسام عبد المنعم لكن خارج الملعب من أحمد زغلول، رمية تماس طارق السعيد واستلام من طارق، يدي لمين؟ هات وخد مع الغندور، عدى طارق ودخل في العمق بيرجع ورا لحسام عبد المنعم. تامر عبد الحميد ناحية اليمين لوائل الأباني، الأباني لإبراهيم حسن، للأباني تاني ماشي، عايز يلعب واحدة بينية لحسام عبد المنعم لكن مقطوعة في السكة من ستانلي ايجك. محمد عبد الواحد مقطوعة لوليد صلاح عبد اللطيف، خالد الغندور بيرجع ورا لكن مقطوعة مرة تانية. طارق السعيد بيلعب واحدة حلوة لطارق السيد ناحية الشمال والعرضية لكن تقلش من طارق وتخبط في أحمد زغلول وتطلع خارج الملعب، ضربة ركنية لنادي الزمالك. هجوم مكثف من نادي الزمالك لإحراز هدف التقدم ودفاع منظم حتى الآن من نادي الترسانة، اتلعبت على طول من طارق السيد ويقع على الأرض لكن توصل للغندور، لسه الكرة مع الغندور والعرضية وغريب حافظ جوه الجول، الهدف الأول لنادي الزمالك جوه الجول، الهدف الأول لنادي الزمالك وإبراهيم حسن، ورابع أهداف إبراهيم حسن هذا الموسم والهدف الأول لنادي الزمالك. لسه بقول لحضراتكم محاولات من نادي الزمالك وهجوم مكثف لإحراز هدف التقدم، وخالد الغندور يلعب عرضية جميلة لإبراهيم حسن يستطيع أن يحرز الهدف الأول في هذا اللقاء. شوفوا بقى خالد الغندور، أدي استلام ومهارة عالية جدا، حط على رجل الشمال ولعب العرضية، شوفوا متابعة إبراهيم حسن قبل غريب حافظ ويضع الهدف الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 17، الهدف الأول أعزائي المشاهدين لنادي الزمالك وإبراهيم حسن في الدقيقة 17 من الشوط الأول. أربع أهداف حتى الآن. أدي المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس الإدارة، ناحية اليمين على طول لنادي الترسانة ومحاولات طبعا للتعويض بقى في أسرع ما يمكن. أدي الهدف الغندور، شوفوا بقى ضغط من الغندور على حدود منطقة الجزاء، حط الراجل في ظهره، مهارة عالية لعب العرضية، المتابعة الجميلة من إبراهيم حسن قبل غريب حافظ وقبل سيد حسين، ويضع الهدف الأول في هذا اللقاء ويضع الزمالك في المقدمة. إبراهيم حسن والهدف الرابع لي في هذه البطولة والهدف الأول في هذا اللقاء إبراهيم حسن. كرة طويلة حسام عايز يلحق لكن طويلة أكتر من اللازم، خارج الملعب رمي التماس لنادي الترسانة، تشجيع من جماهير نادي الزمالك اللي بتحضر هذا اللقاء وبتؤازر فريقها لمواصلة الصدارة على بطولة الدوري هذا الموسم. محمد أبو تريكة استلم من أبو تريكة في نص الملعب ومع طارق السيد، لعب ناحية الشمال لعلي رشدي ومعاه خالد الغندور، محمد عبد الواحد ومعاه إبراهيم حسن، ثنائيات داخل المستطيل الأخضر. عدى محمد وعايز يلعب العرضية، غير رأيه وموه بجسمه ولعب واحدة عرضية لكن بيطلعها وائل الأباني خارج الملعب، ضربة ركنية لنادي الترسان. واحد لا شيء أعزائي المشاهدين، نادي الزمالك إبراهيم حسن، وبنلعب في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وادي تسديدة تتقطع في السكة وترد تاني لمحمد أبو تريكة، وتسديدة حلوة من أبو تريكة، تسديدة مباغتة ومفاجأة على مرمى عبد الواحد السيد لكن فوق العارضة، ضربة مرمى لنادي الزمالك. ادي التسديدة مباغتة ومفاجأة من خارج منطقة الجزاء من على بعد حوالي 30 ياردة لكن فوق العارضة، ضربة مرمى لنادي الزمالك. الروح المعنوية لنادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك مرتفعة قبل هذا اللقاء بعد العرض
الطيب اللي ادوه امام نادي المقاولون، وفعلا التقدم بهدف حتى الان. وطارق السعيد، هوبا يا طارق يا سعيد، الله الله يا طارق يا سعيد، تسديده حلوه. ادي بقى الجهاز الفني والاداري لنادي الترسانه، وادي طارق السعيد والقدم اليسرى تبحث عن الهدف الثاني لنادي الزمالك والهدف الاول لطارق السعيد في هذا اللقاء، لكن بجوار القائم الايسر طارق السعيد رقم 7، احد نجوم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، وسبع اهداف حتى الان. عايز بقى يغير رقم 7 طارق السعيد، لكن بجوار القائم الايسر لغريب حافظ. حسام عبد المنعم، نادي الزمالك بيلعب واحده طويله، الغندور خد خطوه عشان يستلم قبل سيد حسين، لكن مقطوعه في النص على دايره السنتر لنادي الترسانه، ماشي محمد ابو تريكه، لكن بيرجع حسام عبد المنعم بمهاره عاليه لعبد الواحد السيد. حسام عبد المنعم تاني، ابراهيم حسن صاحب هدف الوحيد في هذا اللقاء، تامر عبد الحميد للغندور، هيثم فاروق، وائل الاباني لهيثم، تاني كام نقله من نادي الزمالك طبعا بعد الهدف الجميل اللي احرزه ابراهيم حسن، دليل على ثقه في اللاعبين. وادي وائل الاباني وتسديده على مرمى غريب حافظ، لكن سهله وارضيه وضعيفه في ايد غريب حافظ حارس مرمى نادي الترسانه. شاط غريب عدت نص الملعب، تحركات بقى من مهند البوشي المختفي تماما عن الشاشه. طارق السعيد، تشجيع من جماهير نادي الزمالك للاعبي نادي الزمالك، وكم نقله وهات وخد. وادي تامر عبد الحميد وخد فاول بعد فاصل من اللمسات الجميله للاعبي نادي الزمالك. ادي طارق السيد ووليد صلاح عبد اللطيف وتامر عبد الحميد، وحكم اللقاء محمد مصطفى مدي فاول لصالح نادي الزمالك. رمي التماس من ناحيه اليمين، هيلعبها ابراهيم حسن للغندور صاحب التمريره الجميله اللي احرز منها ابراهيم حسن هدف اللقاء الوحيد. حكم اللقاء ما فيهاش حاجه، ستانلي ايجيك النيجيري، ومع حسام عبد المنعم، استنى وحسام، استنى وحسام، استنى ودسع الكره لعلي رشدي ناحيه اليمين لمحمد عمر، بيرجع ورا لابو تريكه وتسديده، لكن تخبط وترد تاني من وائل الاباني. لسه الكره مع نادي الترسانه وبحاوله لادراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. وادي محمد عمر ومهند البوشي، لكن محطوط تحت ضغط خصم على طول، تتقطع الكورة ترجع تاني لمهند، بيرجع تاني لسيد حسين لستانلي ايجيك، حط على رجله الشمال ومع حسام عبد المنعم وعايز يعدي ولا عرضية، لكن خارج الملعب وحشة قوي من ستانلي ايجيك، ضربة مرمى لنادي الزمالك. يعتبر هذا الأسبوع آخر أسابيع الدوري الممتاز قبل التوقف لخوضه طبعا منتخبنا الوطني تصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم القادمة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ومنتخب الشباب أيضا في كأس الأمم الأفريقية للشباب القادمة والمؤهلة لكأس العالم القادمة. طارق السعيد ناحية الشمال للسيد، هات وخد، لكن مقطوعة ترجع ورا لأحمد زغلول. ناحية اليمين لمحمد عمر النادي الترسانه، ومع طارق السعيد من تو من لمحمد ابو تريكه، علي رشدي على الارض لستانلي ايجيك ومع حسام عبد المنعم لعلي رشدي تاني، حلوه قوي ناحيه اليمين لمحمد عمر، هيلعب العرضيه ولعب العرضيه ومحمد عمر وابراهيم حسن طالع وترجع وخطر وعلى حدود منطقه الجزاء، مقطوعه من تامر عبد الحميد، ولسه الكره مع علي رشدي، وهجوم من نادي الترسانه ودفاع منظم من نادي الزمالك وتسديده على مرمى عبد الواحد السيد، لكن مسك عبد الواحد بثقه وشاط كورته على طول، عدت نص الملعب واستلام من ايمن خليل لمحمد عبد الواحد لمحمد ابو تريكه لعلي رشدي، قطع تامر عبد الحميد لطارق السعيد من لمسه واحده
لوليد صلاح، اتحرك ناحية الشمال وادى واحدة حلوة لطارق السعيد والعرضية وابراهيم حسن، ولسه هو محاولة من ابراهيم حسن. شوفوا بقى ابراهيم جاي ومكمل من ناحية اليمين وعايز يلعب العرضية لكن خارج الملعب، ضربة ركنية. ضربة ركنية لنادي الزمالك من ناحية اليمين، هيلعبها خالد الغندور، لعب على ايمن القريب حسام حسن ومعاه احمد زغلول لكن مقطوعة خارج الملعب. رمي التماس لنادي الترسانة ناحية مدرجات الدرجة الثالثة، لكن مفيش شك مباراة صعبة وهامة لكلا الفريقين. كلا طبعا يسعى الى هدفه، الزمالك بيسعى الى مواصلة انتصاراته وعروضه الطيبة والاداء الجميل وتصدره للدوري الممتاز. الكابتن حسن الشاذلي المدير الفني لنادي الترسانة ولاعبي نادي الترسانة يسعون طبعا الى اقتناص ولو نقطة على الاقل من نادي الزمالك. حسام حسن وخطر، هوبا يا حسام يا حسن يا حسام يا حسن، توقع عالي جدا من حسام حسن ودخل فعلا في وسط اتنين وحطها، وغريب حافظ يتألق وينقذ مرماه من هدف اكيد، هدف اكيد. وحسام حسن شوفوا بقى حضراتكم حاططها حلوة حلوة حلوة، وغريب حافظ ينقذ مرماه من هدف اكيد. ادي متابعة وليد صلاح لكن حاطط رجله في وقت مناسب احمد زغلول ايضا وبيطلع كرة خطيرة لنادي الزمالك. دفاع من نادي ترسانة وهجوم من نادي الزمالك وثبات في المستوى والاداء وثقة طبعا بعد الهدف الجميل اللي احرزه ابراهيم حسن في الدقيقة 17. ادي خالد الغندور بينط محمد مصطفى من فوق الكرة، هيثم فاروق ومعاه مهند البوشي واخد فاول، هيثم حاسبه الكابتن محمد مصطفى، وبنلعب في الدقيقة 28 اعزائي المشاهدين، وتقدم نادي الزمالك بهدف ابراهيم حسن في الدقيقة 17. ادي غريب حافظ بيوقف اللاعبين داخل منطقة الجزاء، هيثم فاروق وادي ثلاثة من لاعبي نادي الترسانة واقفين حيطة لهيثم صاحب تسديدات قوية على المرمى هيثم فاروق، وتخبط في الحيطة وتغير اتجاهها، وحسام حسن وليد صلاح، لكن أنا شايف راية وصفارة من الكابتن محمد مصطفى، راية وصفارة من الكابتن محمد مصطفى، تسلل على حسام حسن ووليد صلاح عبد اللطيف. فاول حاسبه محمد مصطفى لمهند البوشي مع هيثم فاروق لاعب نادي الاتحاد السوري مهند البوشي، وظهر مع نادي الترسانة في بداية هذا الموسم واحرز 6 اهداف. ادي طارق السعيد وعدى كويس طارق لكن حكم اللقاء ما فيهاش حاجه، مقطوعه في نص ملعب نادي الترسانه. علي رشدي ناحيه اليمين لمحمد عمر، محمد ضغط عليه طارق السيد عايز يدي لابو تريكه لكن مقطوعه ترجع ورا لوائل الاباني، الاباني بيلعب واحده طويله من وليد. شوفوا بقى تحركات حسام راح فين وخد مكان مناسب، لو الكره جات له ممكن يجيب هدف على طول من المكان اللي هو راح له. مفيش شك قمة النضج الكروي حسام حسن كابتن منتخبنا الوطني وهداف منتخبنا الوطني. لسه كرة في نص الملعب، محمد ابو تريكة عايز يعدي، خدها مهند البوشي وجاي من ورا لقدام ورقص طريقة حلوة وخطر وستانلي يشك ما فهمهاش. ادي بقى مهند البوشي وادي اوتو فيستر واضح على ملامحه طبعا النرفزه من الكره اللي فاتت دي، ومهند البوشي يضرب الحائط الدفاعي لنادي الزمالك ترقيصه والثانيه وباصه حلوه قوي لستانلي ايجيك، لو كان جرى من الاول كانت هتفرق كتير جدا مع نادي الترسانه. ابتدى نادي الترسانه يوصل الى مرمى عبد الواحد السيد، ابتدى محمد ابو تريكه وعلي رشدي لاعبي خط الوسط بيحاولوا يربطوا بين خط الوسط وخط الهجوم واستغلال تقدم نادي الزمالك، وكاد
ستانلي ايجك مع مهند البوشي ان يحرزوا هدف التعادل. مباراة جميلة حتى الان، هدف لابراهيم حسن في الدقيقة 17 وبنلعب في الدقيقة 31 من زمن الشوط الاول، ولقاء الترسانة والزمالك في اطار مباراة الاسبوع 15 لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2000-2001. ادي طارق السعيد استلم في نص الملعب، ترجع ورا تاني لطارق السيد، واخد فاول حاسبه الكابتن محمد مصطفى على سيد حسين، وقع على الارض احد لاعبي نادي الزمالك. هيلعب نادي الزمالك في فترة التوقف في الدوري الممتاز. ادي اعضاء مجلس ادارة نادي الترسانة، الاستاذ حسن فريد والاستاذ فتحي عبد العال، مهندس احمد جبر والمهندس سيد جوهر اعضاء مجلس ادارة نادي الترسانة. الناحية التانية اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك، المستشار احمد جلال ابراهيم والاستاذ محمد عبد الرحمن فوزي والاستاذ احمد الميهي والمستشار جلال ابراهيم والاستاذ طارق غنيم والاستاذ مرتضى منصور والدكتور كمال درويش. ادي زلفقار الجمل وممدوح مصباح والعلاج السريع للاعب نادي الزمالك اوتو فيستر والجهاز الفني والاداري وحلمي طولان واحمد رمزي واشرف قاسم، وتقدم نادي الزمالك بهدف حتى الان لابراهيم حسن. ترجع ورا تاني لوائل الاباني، هيثم فاروق على دايره السنتر، هدي الاداء شويه بعد هدف ابراهيم حسن. ادي ابراهيم استلام من طارق احسن لاعبي عام 2000 طارق السعيد، وادي مع محمد ابو تريكه بيعتذر له بقى بروح رياضيه. وقع طارق ولسه بنقول علاج سريع من الدكتور ممدوح مصباح ووازن الفقار الجمل مره اخرى مع لاعب اخر من لاعبي نادي الزمالك. وادي في الاعاده من مخرجنا ماهر تليمة للعبة السابقة ومحمد أبو تريكة مع طارق السعيد. خوف طبعا من جماهير نادي الزمالك اللي بتتابع هذا اللقاء على نجمها طارق السعيد، أحد مفاتيح اللعب الرئيسية والديزل البشري لنادي الزمالك وأحد مراكز الإبداع في الملعب. طارق السعيد، طارق السعيد خارج الملعب مرة أخرى، رمي التماس لنادي الزمالك، طارق السيد لهيثم فاروق بيرجع ورا، تامر عبد الحميد على الأرض لإبراهيم حسن، والي الأباني ناحية اليمين لحسام عبد المنعم لإبراهيم حسن تاني على دارة السنتر، بيرجع ورا للأباني مرة تانية، استلام من تامر، كم نقلة من الزمالك لمحاولة فك طبعا دفاعات نادي الترسانة ولسه الكرة ما طلعتش، بيحاول يلحقها ويلحقها فعلا لكن طلعها بره الملعب، رمي التماس لنادي الزمالك. رمي التماس من ناحية اليمين لنادي الزمالك اتلعبت على طول، ابراهيم حسن ويلعب العرضيه والعرضيه وحسام حسن جوه المنطقه ووليد صلاح، لكن ترجع ورا للاباني مره ثانيه لتامر عبد الحميد من ناحيه اليمين ومع السالي ايجك، بيرجع ورا لطارق السعيد على الارض لهيثم فاروق، ماشي هيثم لطارق السيد تخبط وتروح له ثاني ولسه بيحاول يخترق لحسام حسن لكن مقطوعه، رجع ورا محمد ابو تريكه مكمل واخد كورته لسيد حسين بينقل الهجمة المرتدة لكن توصل لتامر عبد الحميد، بيرجع ورا لعبد الواحد السيد لحسام عبد المنعم ناحية اليمين لوليد صلاح عبد اللطيف اللي سقط ورا عشان يهرب من رقابة أيمن خليل رقم 2 وسيد حسين رقم 19 مع حسام حسن. الناحية التانية حسام عبد المنعم مع ستانلي ايجك وهيثم فاروق مع مهند البوش. خالد الغندور بمهارة عالية جدا، خالد الغندور عدى قائد خالد الغندور نادي الزمالك في الملعب وضابط الإيقاع
وقائد الأوركسترا الأبيض خالد الغندور، عدى في واحدة حلوة لكن مقطوعة منه وتروح ناحية الشمال لستانلي إيجك ومع حسام عبد المنعم على الأرض لأبو تريكة، لكن قاطع تامر عبد الحميد قبل أبو تريكة. هاتوا خدوا لسه مع تامر بين الملعب ناحية الشمال لحسام حسن، هو معاه سيد حسين، حسام وسيد ترجع ورا لطارق السعيد، قطار الزمالك السريع ووليد عبد اللطيف، وهوبا ووليد عبد اللطيف، لكن فين؟ في ايد غريب حافظ. ادي بقى وليد عبد اللطيف موت تمويهة حلوه قوي، ورقص ايمن خليل طريزه حلوه وتسديده، لكن ما فيهاش دقه، وفي ايد غريب حافظ حارس مرمى نادي الترسانه. شوفوا حضراتكم وليد صلاح عبد اللطيف والقدم اليسرى، لكن غريب حافظ حارس المرمى حافظ كويس الحته دي وماسك كورته قبل شباكه. لسه الكوره مع نادي الترسانه ناحيه الشمال على طول، وتسديده المره دي في ايد عبد الواحد السيد. ادي احمد صالح رقم 17 انا شايفه بيستعد للنزول، كابتن جمال الغندور حكم اللقاء الرابع، طاقم تحكيم دولي مكون من الكابتن محمد مصطفى ووجيه احمد ومصطفى كامل والحكم الرابع الكابتن جمال الغندور. وخارج الملعب رمي التماس لنادي الترسانه، اعتقد خارج وليد صلاح عبد اللطيف، وهينزل احمد صالح فعلا رقم 17، هينزل احمد صالح رقم 17 وهيطلع وليد صلاح عبد اللطيف، واعتقد كده هيبقى في تغيير تكتيكي والمهام داخل المستطيل الاخضر. اعتقد طارق السعيد هيطلع كراس حربه مع حسام حسن، واحمد صالح هيلعب في وسط الملعب مع ابراهيم حسن، وطارق السيد مع هيثم فاروق، والغندور هيلعب ايضا في الجانب الايسر. هنشوف تفكير اوتو فيستر ايه. البدلاء نادي الزمالك النهارده محمد عبد المنصف ومحمد كمونه واحمد صالح واسامه نبيه وعبد الحميد بسيوني وعمر فهيم وبشير التبعي. ادي واحده طويله واستني ايجك، لكن قطع حسام عبد المنعم لطارق السعيد اللي راجع ورا عشان يهرب من رقابه سيد حسين. احمد صالح هو واخد الجانب الايمن لنادي الزمالك لحسام حسن، لاحمد صالح تاني، وانطلاقه من الخلف للامام من احمد صالح لحسام حسن، هيلعب العرضيه والعرضيه لاحمد صالح وخطر وتوصل في ايد غريب حافظ. شوفوا بقى الهات وخد من لمسه واحده، واول لمسات احمد صالح بعد نزوله مع نجم كبير زي حسام حسن وصله الى مرمى غريب حافظ. شوفوا ادي حسام وطالع له احمد صالح، ادى العرضيه استقبلها وشاط بالقدم اليسرى بعد لفه جسمه كده، لكن في ايد غريب حافظ حارس مرمى نادي الترسانه. بنلعب في الدقيقه 39 من الشوط الاول اعزائي المشاهدين، وتقدم ابراهيم حسن بهدف للا شيء في الدقيقه 17 على نادي الترسانه في اطار مباراه الاسبوع ال 15 لمسابقه الدوري الممتاز لموسم 2000-2001. قناوي الاهلي بيقام ايضا في نفس التوقيت، ومزارع دينا والمنصوره وكروم والاسماعيلي والمحله والمقاولون العرب والمعادن والاتحاد وسكه حديد سوهاج مع المصري. كل مباراه الاسبوع ال 15 بتقام في نفس اليوم. وادي ضربه ركنيه من ناحيه الشمال لنادي الترسانه هيلعبها محمد عبد الواحد بالقدم اليسرى، لكن نادى على طول لمحمد عمر، عايز يلعب العرضيه تخبط في الغندور وتقف لطارق السيد خارج الملعب. رمي التماس لنادي الترسانه، وادي الكره العرضيه واستنلي ايجك ومع حسام عبد المنعم، عدى كويس وخطر، واستنلي ايجك بيلعب واحده عرضيه لكن ما تلاقيش حد غير محمد ابو تريكه مع ابراهيم حسن. ابو تريكه وابراهيم، ابو تريكه وابراهيم بيرجع ورا بعد ضغط ابراهيم حسن عليه. ادي تامر عبد الحميد على علي رشدي، بيضطر يرجع ورا تاني
تفقد بقى خطورتها الايمن خليل، مهند البوشي مع هيثم فاروق ووائل الاباني، لكن مقطوعه وضغط من نادي الترسانه ودفاع من نادي الزمالك في الخمس دقايق اللي عدوا من هذا الشوط، وتقدم نادي الزمالك حتى الان بهدف للا شيء. ضربه حره غير مباشره لنادي الترسانه اتلعبت على طول ناحيه اليمين لمحمد عمر، ضغط من طارق السيد ودخل على جوه مقطوعه منه على طول. الاباني بيلعب واحده طويله لحسام حسن لكن مقطوعه من سيد حسين. ادي خالد الغندور فعلا خد الجانب الايسر مع طارق السيد واحمد صالح مع ابراهيم حسن، وطلع طارق السعيد مع حسام حسن في خط الهجوم. احمد صالح ناحيه اليمين هيلعب العرضيه والعرضيه، وحسام حسن في انتظار بقى طبعا الكرات العرضيه لكن كانت عاليه شويه على حسام، ترجع تاني في نص الملعب علي رشدي نادي الترسانه، محمد ابو تريكه مع ابراهيم حسن ناحيه الشمال لمحمد عبد الواحد، عامل مباراه كبيره جدا مع نادي الترسانه حتى الان محمد عبد الواحد لاعب منتخبنا الوطني للشباب، واخد فاول حسبه الكابتن محمد مصطفى. خبره الامكانيات والحسابات النظريه ترجح كفه نادي الزمالك، لكن الملعب لا يعرف الا الجهد المبذول والتوفيق طبعا من الله. ادي عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك، وفاول من حته حلوه قوي لنادي الترسانه، راجع خالد الغندور وراجع ايضا حسام حسن، مفيش غير طارق السعيد فقط قبل دايره السنتر، وراجع ايضا الى مرمى مهند البوشي محمد ابو تريكه، واتلعبت وحلوه واحلى من عبد الواحد السيد، حلوه 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 واحلى من عبد الواحد السيد. ادي محمد ابو تريكه وعبد الواحد السيد ماشي مع كورته وماسكها في وقت مناسب جدا وحلوه من عبد الواحد السيد. ابراهيم حسن ناحيه اليمين والكرات العرضيه اللي بيعتمد عليها نادي الزمالك وخارج الملعب، ضربه ركنيه رايح لها احمد صالح، ادي غريب حافظ حارس مرمى نادي الترسانه بيوقف لاعبي نادي الترسانه، واحد على الايمن القريب واحد على الايمن البعيد. احمد صالح لاعب قصيره بتعدي من طارق السعيد بتوصل سهله في ايد غريب حافظ، شاط غريب لمهند البوشي وسط حصار اتنين من لاعبي خط الدفاع ناحيه اليمين لوائل الاباني. ناحيه اليمين لطارق السعيد لكن ترجع ورا لاحمد زغلول، ماشي احمد قدامه مساحه وانطلاق من الخلف الامام ناحيه اليمين لعلاء نوح، علاء نوح من لمسه واحده لمحمد عمر وضغط من طارق السيد، محمد ابو تريكه ضعيفه حلوه من ابو تريكه واحلى ناحيه الشمال، وخطر وخطر وطلع حسام عبد المنعم في وقت مناسب جدا، لكن ابتدى بقى مهند البوشي يتحرك، ابتدى تظهر خطورته، ابتدى ايضا ستانلي ايجيك اللاعب النيجيري يتحرك ويعمل ثنائي متفاهم مع مهند البوشي، لكن حتى الان وبنلعب في دقيقه 44 من زمن الشوط الاول تقدم نادي الزمالك بهدف لابراهيم حسن من عرضيه جميله من خالد الغندور. حسام حسن خطف واحده حلوه وخطر، هوبا، وحسام حسن خطف واحده حلوه حلوه وشاط على المرمى مباشره، كان لمح غريب حافظ خرج بره مرمى وشاط حسام لكن في ايد غريب حافظ حارس مرمى نادي الترسان. مهند البوشي استلم من مهند ناحيه اليمين على طول لمحمد عمر وضغط عليه طارق السيد، محمد وطارق محمد وطارق محمد وطارق، ده والله وائل الاباني اللي كان في الكره اللي فاتت. ادي شوفها بقى حضراتكم حسام حسن والتوقع واستغلال الخطأ، وشوفوا على طول القدم اليسرى بتشتغل وادي اليمنى ايضا بتشتغل، لكن غريب حافظ ماسك كورته في وقت منافس جدا. ضربه ركنيه ناحيه اليمين لنادي الترسانه هيلعبها محمد عبد الواحد برجله الشمال عشان تلف داخل منطقه الجزاء، طلع عبد الواحد السيد، هيثم فاروق
على الارض لطارق السعيد، ومعاه ايمن خليل، قطع ايمن خليل قبل طارق، وبنلعب في الدقيقه الاخيره من زمن الشوط الاول غير الوقت المحتسب بدل من الضائع، دقيقتين احتسبهم الكابتن محمد مصطفى وبيعلن عنهم الكابتن جمال الغندور حكمنا الدولي. ابراهيم حسن ناحيه اليمين، انطلاقه من ابراهيم، وحسام واخد مكان، طارق السعيد ابتدى يرجع شويه لوراء، واحمد صالح واخد الجانب الايمن ايضا. احمد صالح كان قدم لقاء طيب امام نادي المقاولون العرب، اللقاء السابق لنادي الزمالك. ادي حسام واحمد ورايه وصفاره من محمد مصطفى. ثبات التشكيل والتجانس والتركيز اهم اسلحه الزمالك في لقاء اليوم، وتقدم حتى الان الزمالك بهدف لابراهيم حسن. محاولات من نادي الترسانه اللي ايضا مقدمه عرض طيب جدا حتى الان في استاد القاهره الدولي، وصلت لمرمى عبد الواحد السيد اكثر من مرمى، لكن حتى الان تقدم نادي الزمالك بهدف للا شيء. محمد عبد الواحد ناحيه الشمال لستانلي ايجيك، بيصلح على حدود منطقه الجزاء لكن قاطع خالد الغندور، واخدها مهند البوشي وموه وتقلش من على رجله وتوصل ضعيفه لعبد الواحد السيد. بنلعب في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ادي الجماهير اللي بتتابع هذا اللقاء، واعتقد كده في بقى تغيير تكتيكي اخر حصل في الثواني الاخيره. انا شايف الكابتن حلمي طولان واقف على المنطقه الفنيه وادى تعليماته لطارق السعيد بالعوده مره اخرى الى خط الوسط، والدفع بخالد الغندور في مركز راس الحربه بجوار حسام حسن. ادي الكابتن حلمي طولان جابه لنا على طول، مخرجنا ماهر تليما واوتو فيستر المدير الفني الالماني والجهاز الفني لنادي الزمالك. تغييرات طبعا تكتيكيه، شوفوا بقى التعليمات المتتاليه لحلمي طولان من المنطقه الفنيه للاعبي نادي الزمالك، وفعلا يطلق الكابتن محمد مصطفى صفاره نهايه الشوط الاول من المباراه بتقدم نادي الزمالك بهدف للا شيء احرزه ابراهيم حسن في الدقيقه 17. اعزائي المشاهدين، الشوط الثاني بدل نادي الزمالك تبديله الثاني في صفوفه، ونزل اسامه نبيه رقم 14 بدل من طارق السيد رقم 13. كان نزل احمد صلاح في الشوط الاول بدل من وليد صلاح عبد اللطيف. اقول لحضراتكم بقى تشكيل الفريقين بعد نزول اسامه نبيه. هنبتدي بنادي الترسانه وبنلعب في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، وادي واحده عرضيه لكن بيطلع احمد صلاح خارج الملعب، رمي التماس لنادي الترسانه. رمي التماس من ناحيه الشمال محمد عبد الواحد الظهير الايسر لنادي الترسانه اللي قدم شوط على اعلى مستوى في الشوط الاول، وادي فاول حاسبه الكابتن محمد مصطفى لنادي الترسانه، واحسن من ضربه ركنيه من ناحيه الشمال. محمد عبد الواحد الظهير الايسر لنادي الترسانه بيلعب جوه المنطقه، بيطلع ابراهيم حسن، توصل لمحمد عبد الواحد تاني تخبط فيه وتتحول خارج الملعب، رمي التماس لنادي الزمالك. نادي الترسانه النهارده غريب حافظ لحراسه المرمى، احمد زغلول ليبرو قدامه اثنين مساكين سيد حسين وايمن خليل، ناحيه اليمين محمد عمر وناحيه الشمال محمد عبد الواحد. خط الوسط مكون من ثلاثه، علي رشدي كمحور ارتكاز على يمينه، علاء نوح وعلى شماله محمد ابو تريكه. خط الهجوم مكون من اثنين، مهند البوشي وستانلي ايجيك. نادي الزمالك عبد الواحد السيد لحراسه المرمى، الاباني ليبرو قدامه اثنين مساكين حسام عبد المنعم وهيثم فاروق، ناحيه اليمين ابراهيم حسن وبقى احمد صالح، وناحيه الشمال طارق السعيد وخالد الغندور، وقدام اسامه نبيه وحسام حسن، ووراهم تامر عبد الحميد كمحور ارتكاز في وسط الملعب. اكثر من تغيير في صفوف نادي الزمالك في الناحيه التكتيكيه، كنا شفنا دفع بطارق السعيد كراس حربه بجوار حسام حسن بعد خروج وليد صلاح عبد اللطيف، وفي اخر دقائق الشوط الاول دفع بخالد الغندور في الهجوم مع حسام حسن ورجع طارق السعيد، وفي الشوط الثاني نزل اسامه نبيه بجوار حسام حسن. ادي واحده ناحيه الشمال وقطار الزمالك السريع طارق السعيد والعرضيه وحسام حسن، وبيستقبلها اسامه نبيه، اوبا، وحسام حسن عايز يوقف لكن تطول منه سنه
يطلع غريب حافظ ويمسك كرته خارج الملعب رمي التماس. ادي شوفوا حضراتكم بقى، ادي طارق السعيد واسامه نبيه على طول بيلعبها مباشره، وقفها في السكه المخضرم حسام حسن، لكن من قوتها توصل لغريب حافظ حارس مرمى نادي الترسانه. ادي اسامه نبيه وحسام حسن عايز يوقفها لكن تطول وتوصل في ايد غريب حافظ حارس مرمى نادي الترسانه. لكن بدايه هجوميه من نادي الزمالك بعد نزول اسامه نبيه بدل من طارق السيد. يبقى كده بقى جبهات نادي الزمالك، الجبهه اليمنى فيها ابراهيم حسن واحمد صالح، اليسرى فيها طارق السعيد والغندور، تامر عبد الحميد بيلعب كمحور ارتكاز او نقطه اتصال رئيسيه في وسط الملعب، خط الهجوم مكون من اثنين حسام حسن واسامه نبيه. نادي الترسانه بيلعب بمحمد عبد الواحد في الجبهه اليسرى مع محمد ابو تريكه، ومحمد عمر مع علاء نوح في الجبهه اليمنى، وعلي رشدي بيقوم بالاتصال ما بين خطي الوسط والهجوم. ادي بقى التالف والمحبه بين اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك ونادي الترسانه في المقصوره الرئيسيه لاستاد القاهره، وايضا الروح الرياضيه داخل المستطيل الاخضر بين اللاعبين في لقاء جميل حتى الان، والالتزام التام من كلا الفريقين يحكم هذا اللقاء. طاقم التحكيم الدولي المكون من محمد مصطفى وبيعاونه كابتن وجيه احمد ومصطفى كامل، وحكم رابع الكابتن جمال الغندور. خالد الغندور بيلعب واحده ناحيه الشمال لطريق السعيد، لعب العرضيه بتغير اتجاهها، حسام حسن في وسط ثلاثه بيلعب واحده حلوه وعايز يشوط لكن اتاخر شويه، فتح الملعب ناحيه اليمين لابراهيم حسن صاحب الهدف الاول. كان في شكوك حول مين اللي جاب الهدف الاول، ابراهيم ولا مدافع نادي الترسانه؟ سالنا الكابتن محمد مصطفى ما بين الشوطين وقال ان هو ايده لابراهيم حسن. ادي اسامه نبيه وتسديده من اسامه، لكن لسه الظاهر اسامه ما ظبطتش معاه مع بدايه الشوط الثاني، بعيده عن الثلاث خشبات خارج الملعب، ضربه مرمى لنادي الترسانه. كده يبقى الهدف الرابع لابراهيم حسن هذا الموسم، يدخل بقى في زمره هدافي نادي الزمالك هذا الموسم. قلنا طارق السعيد 7 ووليد صلاح عبد اللطيف 6 وابراهيم حسن 4 اهداف حتى الان. استلام في نص الملعب من علي رشدي ناحيه اليمين لمحمد عمر، محمد عمر ضغط عليه طارق السعيد، توصل للغندور لتامر عبد الحميد لكن جاي من ورا. ادي بقى الكابتن حسن الشاذلي المدير الفني لنادي الترسانه صعد به من دوري الدرجة الأولى هذا الموسم. الناحية الثانية أوتو فيستر المدير الفني لنادي الزمالك مع الكابتن حلمي طولان، ولسه خطر وتامر وتغير اتجاهها وتطلع خارج الملعب، ضربة ركنية لنادي الزمالك. شوفوا بقى حضراتكم، أدي طارق السعيد والفدائية مع علي رشدي وخارج الملعب، ضربة ركنية لنادي الزمالك. غريب حافظ واتلعبت على طول ابراهيم حسن والعرضيه، وغريب حافظ طلع من مرماه في وقت مناسب. لسه خاطر ولسه خاطر، تامر عبد الحميد مقطوعه وطارق السعيد حاطط رجله لكن توصل لستانلي ايجيك لمهند البوشي، محمد ابو تريكه مع خالد الغندور، الاثنين اصحاب مهاره عاليه، لكن برافو خالد الغندور بمهاره عاليه واخدها، تقطع منه تاني بقى من محمد ابو تريكه ايضا صاحب مهاره عاليه وعدى كويس واخد فاول من حته حلوه قوي، حاسبه له الكابتن محمد مصطفى كان عدى كويس. خالد الغندور خدها منه كمان مره ووقع على الارض اعتقد تامر عبد الحميد. شوفوا بقى خالد رقم 4 كابتن نادي الزمالك، وايضا محمد ابو تريكه رقم 4 كابتن نادي الترسانه، والاثنين بيمتازوا بالمهاره العاليه في المراوغه. وقع اعتقد تامر عبد الحميد على الارض، حكم محمد مصطفى لسه ما خدش باله. ومدي فاول لنادي الترسانه، ادي محمد ابو تريكه وجنبه علي رشدي، ودخل محمد وحلوه حلوه 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 من محمد ابو تريكه واحلى من عبد الواحد السيد. ادي بقى الضربات الحره المباشره من خارج منطقه الجزاء وكيفيه الاستفاده منها
والتمرين عليها والتدريب عليها. كنا شفنا في كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم كيفية الاستفادة من الضربات الثابتة سواء داخل أو حول منطقة الجزاء والتسديد من خارج منطقة الجزاء. تمام؟ هل حسام عبد المنعم رقم 22 ولا تامر عبد الحميد رقم 23؟ أعتقد حسام عبد المنعم هو اللي كان وقع في الكرة اللي فاتت إن شاء الله سليمة، أحد المقاتلين في فريق نادي الزمالك، بطولة واحدة فقط للدوري لنادي الترسانة وأول نادي يفوز بالدوري العام غير الزمالك والأهلي، كان موسم 62-63. وآخر بطولة أيضا لنادي الترسانة في الدوري الممتاز، 8 كاس مصر آخرهم موسم 86-87 لما فاز على المحلة في استاد القاهرة بثلاث أهداف مقابل هدفين، وكان بيدير فنيا الكابتن بدوي عبد الفتاح. ليس الكرة مع نادي الترسانة. محمد أبو تريكة نص الملعب، علي رشدي القصير المكير في وسط الملعب في صفوف نادي الترسانة ناحية اليمين، محمد عمر ضغط عليه خالد الغندور ادى واحدة حلوة ناحية اليمين في منطقة الجزاء ويلعب العرضية، لكن شوفوا بقى عبد الواحد السيد بمرونة واخدها على طول وشايط عدت نص الملعب. محمد عمر مع حسام حسن توصل لأسامة نبيه ناحية الشمال لخالد الغندور، الغندور عايز يلعب العرضية، لعب العرضية لحسام حسن وأسامة نبيه وكادت تغير اتجاهها وتسكن الشباك. ادي أسامة نبيه، شوفوا بقى حضراتكم خالد الغندور وادي العرضية وأسامة نبيه وتغير اتجاهها من أيمن خليل وكادت أن تسكن الشباك. ضربة ركنية من ناحية اليمين لنادي الزمالك اتلعبت على طول إبراهيم حسن لأحمد صالح، صالح والعرضية تعدي ولوحده أوبا جوه الجول جوه الجول وأسامة نبيه والهدف الثاني في هذا اللقاء، أسامة نبيه جوه الجول الهدف الثاني لنادي الزمالك وأسامة نبيه بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني والهدف الثاني لنادي الزمالك، أسامة نبيه جوه الجول لوحده خالص وعلى صدره مهارة عالية وإيه بقى نشن في الجول وسط أربعة من لاعبي نادي الترسانة واقفين على خط المرمى. ادي بقى شوفوا حضراتكم ثلاثة وواحد قدامهم أربعة وأسامة نبيه يضع الهدف الثاني باقتدار وتسكن شباك غريب حافظ جوه الجول الهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة 11 من الشوط الثاني، 2 لا شيء إبراهيم حسن في الدقيقة 17 من الشوط الأول وأسامة نبيه في الدقيقة 11 من الشوط الثاني، وترتفع الأعلام البيضاء في استاد القاهرة الدولي، طبعا فرحة كبيرة لجماهير نادي الزمالك بهدفي هذا اللقاء وتقدمهم على نادي الترسانة بهدفين حتى الآن. أدي أحمد صالح الجبهة اليمنى لنادي الزمالك مع المتألق إبراهيم حسن، الجبهة اليسرى خالد الغندور وطارق السعيد، تغيير تكتيكي من أوتوفيستر ما بين الشوطين بنزول أسامة نبيه مع حسام حسن والعرضية وتعدي لكن توصل في إيد غريب حافظ، أعتقد بقى هنشوف 35 دقيقة على مستوى عالي من الندية والإثارة. حلم طولان أوتوفيستر تفكير عميق في مسار المباراة بعد الهدف الثاني لأسامة نبيه. الناحية الثانية كابتن حسن الشاذلي هيدفع بأولى تبديلاته برقم 8 مصطفى الشرقاوي، احد ابناء نادي الترسانة مصطفى الشرقاوي رقم 8، هنشوف هينزل بدل من مين. قطع محمد عمر ناحية اليمين لنادي الترسانة، فاول حاسبه كابتن محمد مصطفى لصالح مهند البوشي. هادي كابتن جمال الغندور والكابتن صلاح العجمي المدير الاداري لنادي الترسانة صاحب الخبرة الإدارية الطويلة مع نادي الترسانة. هيطلع اعتقد رقم 2
أيمن خليل وهينزل مصطفى الشرقاوي. أول تبديل مصطفى الشرقاوي رقم 8 وهيطلع أيمن خليل رقم 2. أول تبديلات الكابتن حسن الشاذلي، أدي إبراهيم حسن لحسام عبد المنعم، استلم من تامر عبد الحميد، لف على طول ومعاه بوتريكا بيرجع ورا للأباني. ارتفع الأداء في الشوط الثاني وابتدى نادي الزمالك يعتمد على المحاور الطولية والعرضية بواسطة الجانب الأيمن والجانب الأيسر والخلخلة الدفاعية اللي بيعملها حسام حسن وأسامة نبيه في دفاع نادي الترسانة. واستطاع أسامة نبيه بعد 10 دقائق فقط من نزوله أن يحرز الهدف الثاني في هذا اللقاء. أحمد صالح بيرجع ورا لحسام عبد المنعم، بيرجع ورا للأباني، ناحية الشمال للمتألق خالد الغندور، أحد مراكز الإبداع ومتعة كرة القدم خالد الغندور في الشك. بيرجع ورا لوائل الأباني، تقدم من وائل، ابتدينا نشوفه بقى في الشوط الثاني وابتدت المساحات تظهر في وسط الملعب. ابتدى نادي الترسانة بيحاول تقليل فارق الأهداف ونادي الزمالك بيحاول أن يعزز هدفي اللقاء. وادي حسام حسن وما فيهاش حاجة ومش أوفسايد وهيلعب العرضية، والعرضية وانتظار مين؟ انتظار محمد عمر لاعب نادي الترسانة. غريب حافظ ناحية اليمين لعلاء نوح لمصطفى الشرقاوي بعد نزوله والتبديل الأول لنادي الترسانة، على دائرة السنتر لعلي رشدي صنع الألعاب المتألق في صفوف نادي الترسانة وأكبر عدد من المشاركات. ترجع تاني أحمد زغلول مغطي يدي الغريب حافظ ما قدرش يمسك، بيحاول يديها لأحمد زغلول اديها له فعلا ناحية الشمال لكن ضغط عليه كان حسام حسن. بنلعب في الدقيقة 15 من الشوط الثاني وتقدم نادي الزمالك بهدفين، ادي اوتو فيستر وحلمي طولان والجهاز الفني والاداري ومحمد عبد الواحد وخطر، لكن تعدي وما تلاقيش حد خالص يسيبها حسام عبد المنعم قبل الخط مباشرة بياخدها على طول، لكن المباراة اعتقد بقت مفتوحة من كلا الطرفين والاداء زاد عن الشوط الاول. ادي كابتن حسن الشاذلي المدير الفني لنادي الترسانة، وادي تسديدة لكن خارج الملعب، ضربة مرمى لنادي الزمالك. ادي اوتو فيستر عايز بقى يعني واضح كده من اشاراته ان هو بيقول لحلمي طولان لازم يلعبوا هات وخد ولازم يمسكوا الكرة في نص الملعب ويعتمدوا على الاجناب. حسام عبد المنعم ناحية اليمين لابراهيم حسن في وسط حصار 2 من لاعبي نادي الترسانة محمد عبد الواحد واستانلي ايجيك، يدي الوائل الاباني، بيلعب واحدة طويلة لخالد الغندور وخارج الملعب ضربة مرمى لنادي الترسانة. محاولات من الزمالك لإضافة الهدف الثالث وأخرى من نادي الترسانة لتعديل النتيجة. موقف صعب للترسانة في الدور الثاني في أول 6 مواجهات مع أندية كبيرة. نادي الترسانة تحاول طبعا تخرج النهاردة ولو بنقطة من هذا اللقاء. حسام عبد المنعم ليه استنى ايجك، استلام بيلعب واحدة عرضية لكن مقطوعة من حسام. خالد الغندور تحركات من أسامة نبيه وعدى أسامة وحلوة لطشة كده أسامة، لكن أعتقد قبله لعب نادي الترسانة خارج الملعب ضربة ركنية. أم أشرف قاسم أنا شايف بقى وتفستر من المرات القليلة اللي بيقوم فيها كان أم حلمي طولان في الشوط الأول، وادي أوتوفيستر أم في الشوط الثاني وبيدي تعليماته من المنطقة الفنية. أدي غريب حافظ وضربة ركنية إبراهيم حسن، ارتقاء عالي من
طارق السعيد لكن خارج منطقة الجزاء لنادي الترسانة استالي ومعه تامر عبد الحميد. أول الخطوط الدفاعية لنادي الزمالك في وسط الملعب. أدي الكابتن محمد مصطفى أحد نجوم هذا اللقاء في رأيي أنا، بيدير اللقاء حتى الآن بكفاءة كبيرة. أدي الجهاز الفني والإداري وبدلاء نادي الزمالك زلف قار الجمل والدكتور ممدوح مصباح، أشرف قاسم، أحمد رمزي، دوح المحمدي، ومحمد السيد، وأوتو فيستر، محمد أبو تريكة كابتن نادي الترسانة، هداف نادي الترسانة في دوري المظاليم الموسم الماضي 23 هدف. عد أحمد زغلول لمهند البوشي وتسديدة من علي رشدي لكن خارج الملعب، ضربة مرمى لنادي الزمالك. هلعب عبد الواحد السيد، ادي الجهاز الفني والاداري لنادي الترسانة، كابتن حسن الشاذلي وكابتن احمد حسن ومحسن نكلاوي وكابتن حسن علي وصلاح العجمي ومصطفى عامر وعلي محمود وسيد حامد وبدلاء نادي الترسانة. تامر عبد الحميد نادي الزمالك انخفض الاداء مرة تانية بعد الهدف الثاني لأسامة نبيه في الدقيقة 11. حسام حسن مقطوعة توصل لمصطفى الشرقاوي، مصطفى وراجع معه إبراهيم، توصل لخالد الغندور، ماشي خالد من ناحية الشمال وقدامه مساحة ولاعب لطارق السعيد لكن مقطوعة قبل ما توصل لطارق لسيد حسين. مهند البوشي واستلام من مهند بلمسة واحدة لمحمد عمر رقم 12 واخد فاول، حاسبه كابتن محمد مصطفى. ودي تسديدة وعبد الواحد السيد برشاقة كده طلع وماسك كورته على طول، تسديدة من بعيد وفي نص المرمى، توصل خالد الغندور ناحية الشمال وهات الجماهير ابتدت ترتفع والعرضية لكن قطع في وقت مناسب جدا احمد زغلول على الارض، هات وخد. ادي بقى واضح على ملامح الكابتن حسن الشاذلي التركيز التام في مجريات الامور داخل المستطيل الاخضر ومحاولة طبعا لتعديل النتيجة. ترجع ورا سيد حسين، ابتدى الاداء يقل، نادي الترسانة بيحاول ان يوصل الى مرمى عبد الواحد السيد، نادي الزمالك بيعتمد على خبرة حسام حسن واسامة نبيه وطارق السعيد والغندور في زيادة عدد الاهداف. وقال الاباني بمبدأ السلامة خارج الملعب رمي التماس لنادي الترسانة. اوتو فيستر مش عاجبه الاداء طبعا بعد هدف اسامة نبيه الثاني، انخفض الاداء فعلا لنادي الزمالك وابتدى نادي الترسانة يوصل قرب منطقة جزاء نادي الزمالك، عايز ياخد ضربة ركنية توصل لطارق السعيد برجله الشمال ستانلي ماجيك وخطأ من طارق السعيد وكاد ان يستغله ستانلي ماجيك وقام على طول اوتو فيستر، قال لك بقى ما بدهاش الراجل ده ممكن يحرز هدف ستانلي ماجيك لكن خارج الملعب. ضربة ركنية لنادي الترسانة من ناحية اليمين، ابتدت تزيد الضربات الركنية، يبقى ابتدى نادي الترسانة يقرب واتلعبت على القايم القريب، ترجع ورا ودي تسديدة لكن سهلة في ايد عبد الواحد السيد، لكن والله نادي الترسانة مقدم عرض طيب امام نادي الزمالك متصدر الدوري الممتاز حتى الاسبوع الماضي وصاحب العروض المميزة والعالية في بطولة هذا الموسم وحصوله طبعا على كأس الكؤوس الأفريقية وصعوده لكأس العالم للأندية في يوليو المقبل. لسه الكرة ناحية اليمين، استلام في وسط الملعب على نوح لمصطفى الشرقاوي، ياخد رمي التماس ناحية مدرجات الدرجة الثالثة، ترجع ورا للأباني لإبراهيم حسن
حسام عبد المنعم، خالد الغندور، ملعب كله ثنائيات لو حضراتكم شايفينه من موقعي، كله ثنائيات، ابراهيم حسن مقفول عليه من محمد عبد الواحد، احمد صالح ايضا بيقابل علاء نوح، نص الملعب تامر عبد الحميد مع ابو تريكه، ادي واحده وخالد الغندور وطارق السعيد واخدين الجانب الايسر، وطارق السعيد بيحاول يلعب العرضيه واسامه نبيه وفي انتظار العرضيه اسامه يقطعها منه على طول، احمد زغلول لمهند البوشي في احد لاعبي نادي الترسانة واقع على الارض محمد عبد الواحد. ان شاء الله سليمه لمحمد عبد الواحد ويقوم، ومناسبه الاصابه بقى كان حرس الكابتن مصطفى كيلاني عضو مجلس اداره نادي الترسانه على تنبيهه بشكر وزير الشباب الدكتور علي الدين هلال لعلاجه للكابتن جمال عبد الحليم احد نجوم نادي الترسانه الحاصلين على اخر بطوله لنادي الترسانه وكاس مصر عام 86-87 امام نادي المحله في استاد القاهره، كل التمنيات بالشفاء لنجم من نجوم نادي الترسانه الكابتن جمال عبد الحليم، وكل الشكر لوزير الشباب الدكتور علي الدين هلال. لسه الكوره مع نادي الترسانه في وسط الملعب، علي رشدي، محمد عبد الواحد منطلق من ناحيه الشمال لكن بيلعبها ورا شويه خارج الملعب، رمي التماس لنادي الزمالك ابراهيم حسن، حسام عبد المنعم لوائل الاباني، داخلين على الدقيقه 25 من الشوط الثاني، انخفض الاداء تماما يعني نقدر نقول ان الجماهير بتحاول تحث نادي الزمالك على الاداء الطيب وارتفاع الاداء، لكن انا شايف اوتو فيستر ابتدى يقوم بقى في المنطقه الفنيه ويتواجد باستمرار في الشوط الثاني ويدي تعليماته من خارج الملعب، رايح له الكابتن جمال الغندور حكمنا الدولي بيقول له ادي التعليمات وتقعد على الدكه على طول، رمي التماس لنادي الترسانه من ناحيه الشمال هيلعبها علي رشدي خارج الملعب مره اخرى لنادي الترسانه، نادي الزمالك اطمئن على هدفي اللقاء بقى بيحاول ان يستهلك الوقت، ادي حسام حسن بيلعب واحده حلوه واسامه نبيه، تحرك من اسامه واثنين وجاي من ورا لقدام احمد صالح وجاي له معاونه من ابراهيم حسن، لكن فضل يلعب العرضيه وحسام حسن عايز يلعبها بليسنج داخل الشباك لكن خارج الملعب، ضربه مرمى لنادي الترسان، ادي حسام حسن هداف منتخبنا الوطني، في الشك ان اللقاء يوم السبت القادم مع الامارات الودي ما يستطيعش ان ينساه من ذاكرته، هيحقق بقى الرقم القياسي العالمي مع لوثر ماتيوس نجم المانيا 150 مباراه دوليه، حسام حسن ومعادله الرقم القياسي لعدد المباريات الدوليه مع ماتيوس نجم المانيا ان شاء الله يوم السبت القادم في لقاء منتخبنا الوطني مع منتخب الامارات في اطار استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم القادمه. لسه الكره مع ابو تريكه، نرجع مره ثانيه لهذا اللقاء لمحمد عبد الواحد وممكن تشكل خطوره لكن رايه وصفاره، رايه من مصطفى كامل وصفاره من الكابتن محمد مصطفى، ادي مخرجنا بقى ماهر تليمه والاعداد الحاسمه للعب اللي فيها شك. لسه الكره مع نادي الترسانه، بيرجع ورا محمد عمر، استلام من محمد ابو تريكه بمهاره عاليه ومعاه خالد الغندور بيدي لورا
لمصطفى الشرقاوي تولت منه سنه طمع فيها تامر عبد الحميد، لكن لحقها منه مصطفى الشرقاوي تاني. كم نقله من نادي الترسانه اللي مقدم عرض طيب جدا حتى الان. محمد عبد الواحد قطع ابراهيم حسن لاحمد صالح، جرير اسامه نبيه لكن يمشي بالكره اكتر من لازم تروح منه. مصطفى الشرقاوي، محمد عبد الواحد، مصطفى الشرقاوي عمل نشاط في خط وسط نادي الترسانه بعد نزوله، كان تغيير موفق في رايي انا من الكابتن حسن الشاذلي بدل من ايمن خليل. احمد صالح مقطوعه من احمد وتوصل لهيثم فاروق، فاروق على الارض لطارق السعيد، وماشي طارق وماشي طارق وعايز ياخدها من الناحيه الثانيه، لكن مغطي احمد زغلول ولحق نفسه على طول. اخر نقطه في دفاع نادي الترسانه احمد زغلول، ينضم لنادي الترسانه موسم 91-92، يعني 10 سنه تقريبا مع نادي الترسانه. لسه الكره مع نادي الترسانه في نص الملعب ناحيه الشمال لمصطفى الشرقاوي اللي عمل ثنائي متفاهم مع محمد عبد الواحد. علي رشدي عايز يسدد من خارج المنطقه لكن تخبط وترد تاني. نص الملعب سيد حسين، محمد عمر ضاغط اسامه نبيه وضاغط تامر عبد الحميد، لكن توصل تاني لنادي الترسانه وهات وخد وخطر واستلي واوبا جوه الجول، وهدف الاول لنادي الترسانه. واستلي ايجك، استلي ايجك وهدف جميل لنادي الترسانه في المقص اليمين لعبد الواحد السيد. فعلا انخفض اداء نادي الزمالك وهدف الاول لنادي الترسانه. شوفوا حضراتكم بقى في الاعاده في الدقيقه 31 من زمن الشوط الثاني، ادي محمد ابو تريكه بمهاره عاليه واستني ايجك على طول من لمسه واحده في المقص اليمين لعبد الواحد السيد، ويعدل النتيجه الى 2-1 لنادي الزمالك. استني ايجك اول اهدافه هذا الموسم في مرمى عبد الواحد السيد. ادي بقى واضح طبعا السرور على ملامح المهندس سيد جوهر وكيل نادي الترسانه والاستاذ حسن فريد والاستاذ فتحي عبد العال اعضاء مجلس اداره نادي الترسانه بالهدف استانلي ايجك في الدقيقه 31، ويعدل النتيجه الى 2-1 لنادي الزمالك. احرز اهداف نادي الزمالك ابراهيم حسن في الدقيقه 17، ثم اضاف اسامه نبيه في الدقيقه 11، واستانلي ايجك في الدقيقه 31، وتامر عبد الحميد وارتقاء عالي لكن بجوار القائم الايسر الناحيه الثانيه. شوفوا بقى فرق الوجوه، هنا مبتسمين وهنا طبعا زعلانين اوتو فيستر واشرف قاسم. اوتو فيستر كان بيحذر لعبته من بدايه الشوط لكن انخفض الاداء بعد هدف اسامه نبيه. استغل نادي الترسانه هذا الانخفاض وابتدى يعمل نشاط في وسط الملعب خصوصا بعد نزول مصطفى الشرقاوي ام حلمي طولان طبعا مدرب نادي الزمالك اللي كان طلب قبل هذا اللقاء عدم الثقه من لاعبي نادي الزمالك وادائهم خلال هذا اللقاء. الظاهر كان قلبه حاسس حلمي طولان من الثقه في اداء لاعبي نادي الزمالك بعد الاداء الطيب جدا امام نادي المقاولين، لكن حتى الان 2-1 لنادي الزمالك. تامر عبد الحميد على الارض لطارق السعيد عايز يعدي لكن خارج الملعب رامي التماس ناحيه مدرجات الدرجه الثالثه لتامر عبد الحميد. خالد الغندور لوائل الاباني، ادي الكابتن حسن الشاذلي تبديل موفق بعد نزول مصطفى الشرقاوي، وايضا اوتو فيستر تبديل موفق بنزول اسامه نبيه في الشوط الثاني بدلا من طارق السيد. ضغط ابراهيم حسن لكن قابله لعلي رشدي على طول. محمد عبد الواحد عدى محمد في نص الملعب وماشي مع تامر عبد الحميد توصل لستانلي ايجك، ومع حسام عبد المنعم استانلي ويلف
ودخل في وسط اتنين لكن تطول منه لابراهيم حسن على الارض لاحمد صالح، ماشي احمد داخل مع محمد ابو تريكه خاطفها منه على طول على الارض لمهند البوشي، لكن وائل الاباني قبله واخد كرته على طول بمهاره عاليه واخد اعتقد فاول لصالح نادي الزمالك. حسام عبد المنعم لهيثم فاروق، للغندور لهيثم فاروق تاني، بيغير الملعب ناحيه اليمين لكن واخدها على صدره كويس. محمد عبد الواحد ناحيه الشمال، ضغط ابراهيم، علي رشدي ابتدى نادي الترسانه يلعب لمسه ولعبه على طول ونشاط في صفوف ولاعبي نادي الترسانه. محمد ابو تريكه عايز يغمزها لمهند البوشي لكن ما فهمهاش مهند. شوفوا بقى حسن الشاذلي بيقول يا راجل، طبعا حسن الشاذلي كان من نجوم الدوري الممتاز وصاحب الرقم القياسي كهدافي الترسانه في الدوري الممتاز 176 هدف، الكابتن حسن الشاذلي المدير الفني لنادي الترسانه صاحب الرقم القياسي في بطوله الدوري الممتاز. ناحيه اليمين على طول لنادي الترسانه محمد عمر، مقطوعه لابراهيم حسن على الارض لاحمد صالح، تحركات من حسام حسن واسامه نبيه وتامر عبد الحميد، ادي حسام ومعاه سيد حسين، حسام وسيد جاي له ابراهيم، اداها لابراهيم لحسام تاني لابراهيم، رجع ورا حسام عبد المنعم للاباني لتامر عبد الحميد، طلع هيثم وهيشوط هيثم وتسديده من هيثم فاروق لكن بجوار القائم الايمن وضربه مرمى لنادي الترسانة. ادي حلمي طولان بقى ابتدى يبان عليه القلق هو والجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك، تبديلين في صفوف نادي الزمالك حتى الان وتبديل وحيد في صفوف نادي الترسانة. وائل الاباني على الارض لابراهيم حسن، لاحمد صالح لابراهيم حسن تاني، حسام عبد المنعم بمبدا السلامه بيرجع ورا لعبد الواحد السيد، واحده طويله لطارق السعيد، استلام من طارق ومعه مصطفى الشرقاوي، واخد فاول في الشك ان اللاعب التوقيفه واللمسه بتاعته تفرق كتير جدا. شوفوا بقى طارق السعيد استلام بمهاره عاليه على صدره وقف كرته واخد فاول من مصطفى الشرقاوي. خالد الغندور يدي لمين؟ للاباني، انا شايف احد لاعبي نادي الترسانه البدلاء بيسخنوا، ابراهيم حسن لاحمد صالح فاول لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. احمد سامي رقم 25 لاعب نادي الاسماعيلي السابق ولاعب نادي الترسانه الحالي جه مع بدايه الدور الثاني، فاول لنادي الزمالك من ناحيه اليمين واحسن من ضربه ركنيه يلعبها طارق السعيد، لعب طارق العرضيه وطلع غريب حافظ وماسك كورته من اعلى نقطه في وقت مناسب جدا على الارض على طول لمصطفى الشرقاوي. محمد عمر ناحيه اليمين لنادي الترسانه، أداء طيب جدا من نادي الترسانة وانخفاض في أداء نادي الزمالك بعد هدف أسامة نبيه. أدي الغندور ضاغط وسعيد ضاغط لكن مقطوعة، أدي بقى الثقة ابتدت تبان في أداء نادي الترسانة بعد هدف ستانلي إيجيك في الدقيقة 31. محمد أبو تريكة وهجوم لنادي الترسانة ومهارة عالية عدى أبو تريكة وستانلي إيجيك لكن قطع، ترجع تاني محمد عمر يقلش خارج الملعب، رمي التماس لنادي الزمالك لكن ابتدى نادي ترسانة يوصل، ابتدى اللاعبين ياخدوا الثقة، هنشوف هيطلع مين في صفوف نادي ترسانة. وهينزل احمد سامي، ادي الكابتن جمال الغندور والكابتن صلاح العجمي واحمد سامي رقم 25
لسه ما شافهمش حكمنا الدولي كابتن محمد مصطفى. طارق السعيد للغندور للسعيد، لكن قاطع محمد عمر ناحيه اليمين على الارض لمحمد ابو تريكه، يعدي من احمد صالح. في الشك محمد ابو تريكه، علي رشدي، استنلي اجك، علاء نوح، نجوم الشوط الثاني من نادي الترسانه. طارق السعيد ناحيه الشمال، اداء طيب من نادي الترسانه في الشوط الثاني بعد هدف اسامه نبيه. ادي قطعه من محمد عمر ومع خالد الغندور، علاء نوح، استنلي اجك، لكن قطع ابراهيم حسن وعلى مهله بيهدي الاداء لاسامه نبيه لحسام عبد المنعم. ابراهيم حسن كلها نقلات في وسط ملعب نادي الزمالك. تامر عبد الحميد تاني لطارق السعيد، وممكن تشكل خطوره، وطارق السعيد لكن تطول من طارق سهله وتوصل تاني لنادي الترسانه. توتر في ملامح حلمي طولان واشرف قاسم واحمد رمزي. احمد زغلول، شوف احمد زغلول بقى رقم 3 ليبرو نادي الترسانه، ابتدينا نشوفه في الشوط الثاني بعد اداء نادي الترسانه الجميل. ومحمد ابو تريكه وعبد الواحد السيد. محمد ابو تريكه لكن عبد الواحد السيد بطراطيف صعبه. شوفوا بقى محمد ابو تريكه في الاعاده، دخل وحطها على رجله اليمين وتسديده، وعبد الواحد السيد يتألق ويمنع هدف اكيد لنادي الترسانه. ادي محمد ابو تريكه، لسه بقول لحضراتكم احد نجوم الشوط الثاني هو وعلي رشدي وعلاء نوح، وفعلا يسدد تسديده حلوه وعبد الواحد السيد يمسكها على مرتين، وكادت الترسانه ان تتعادل مع الزمالك. وهنادي البوشي طالع اللي ما شفناهوش خالص في الشوط الثاني، ونازل احمد سامي رقم 25. بنلعب في الدقيقه 41 اعزائي المشاهدين، وتقدم نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد لنادي الترسانه في اطار مباراه الاسبوع ال 15 لبطوله الدوري الممتاز لموسم 2000-2001. ادي احمد سامي واول لمسه ليه والعرضيه، لكن ما تلاقيش حد خالص غير طارق السعيد. لمسه واحده للغندور، عدى كويس قوي من مصطفى الشرقاوي، واعتقد هنشوف اول انذار في هذا اللقاء من محمد مصطفى، وفعلا الانذار الاول في هذا اللقاء لمصطفى الشرقاوي رقم 8 من نادي الترسانه. لكن شوفوا بقى مهاره خالد الغندور واللياقه، من خالد لكن فاول من مصطفى الشرقاوي والانذار الاول في هذا اللقاء. حسام حسن يدي لابراهيم، يغمزها لاحمد صالح وتامر عبد الحميد على شماله هو وحسام عبد المنعم، فعلا ادى لتامر، بيرجع ورا للاباني، الاباني لهيثم فاروق، هيثم فاروق لطارق السعيد، واستلام من طارق. ابتدت بقى نادي الزمالك يصحى في الدقائق الخمس الاخيره، وادي ضربة جزاء من محمد مصطفى، ادي ضربة جزاء من محمد مصطفى في الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني. لكن انا بشيد بلاعبي نادي الترسانة وادائهم في الشوط الثاني، وهنشوفها بقى مع حضراتكم في الاعادة. ادي احمد سامي اللي راجع ورا بيكمل، واسامة نبيه، وحكم اللقاء يدي ضربة جزاء لنادي الزمالك. ادي مخرجنا ماهر تلمه بيعيدها لنا كمان مرة، احمد سامي واسامة نبيه، وحكم اللقاء شاف ان احمد سامي دفع اسامة نبيه داخل منطقة الجزاء، واحتسب ضربة جزاء لنادي الزمالك في الدقيقة 43. الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني، ادي غريب حافظ اللي قدم لقاء طيب جدا في الشوط الثاني، وجميع
لاعبي نادي الترسانة كابتن حسن الشاذلي كان موفق في تغييره بنزول مصطفى الشرقاوي، وضربة جزاء لنادي الزمالك احتسبها الكابتن محمد مصطفى وداخل، هوبا جوه الجول. طارق السعيد اعتقد هو اللي جاب الجول ده، هنشوف مع حضراتكم جوه الجول الهدف الثالث لنادي الزمالك، الهدف الثالث لنادي الزمالك طارق السعيد، والهدف الثامن لهذا الموسم طارق السعيد بالقدم اليسرى، والهدف الثالث لنادي الزمالك، ويزيد فارق الاهداف مره اخرى، وهدف بقى نقول ايه الاطمئنان لنادي الزمالك في اللحظات الاخيره وسط ضغط من لاعبي نادي الترسانه. وطارق السعيد وموعد مع الهدف الثامن في الدقيقه 44 و3-1 لنادي الزمالك. طارق السعيد يتربع على صدارة هدافي الدوري الممتاز بهذا الهدف برصيد 8 أهداف في الدقيقة 43 من ضربة جزاء احتسبها الكابتن محمد مصطفى حكم اللقاء الدولي. ادي اوتو فيستر ابتدى يقعد ويفكر، حلمي طولان، احمد رمزي، اشرف قاسم، محمد عبد الواحد لاعب نادي الترسانة بقى ايضا ولاعبي نادي الترسانة بيفكروا في مصير الدقيقة الفاضلة من الوقت الأصلي من المباراة غير الوقت الإضافي اللي هيحتسبه الكابتن محمد مصطفى. هذه المقصورة الرئيسية في استاد القاهرة الدولي، وضربة ركنية من ناحية الشمال هيلعبها أحمد سامي رقم 25 اللي نزل قبل ضربة الجزاء بدقيقة تقريبا، عبد الواحد السيد ودفع أسامة نبيه واحتسبها الكابتن محمد مصطفى ضربة جزاء لنادي الزمالك. ترجع ورا تاني غريب حافظ، أداء طيب جدا لنادي الترسانة في مواجهة نادي الزمالك في الشوط الثاني، وثلاث أهداف حتى الآن للزمالك مقابل هدف واحد لنادي الترسانة، وثلاث دقايق وقت محتسب بدل من ضائع احتسبهم الكابتن محمد مصطفى في الشوط الثاني. طلع غريب حافظ بيفكرنا بقى بهجيتا حارس مرمى كولومبيا الشهير مع الفارق، طالع غريب حافظ وادى كورته على طول لطارق السعيد. مصطفى الشرقاوي احد التبديلات الموفقه للكابتن حسن الشاذلي في الشوط الثاني، توصل لاسامه نبيه للاباني على طول بيلعب واحده طويله لكن سهله لسيد حسين، بيلعب واحدة طويلة لمحمد أبو تريكة، ومحمد أبو تريكة لمح على طول عبد الواحد السيد وشط، لكن عبد الواحد بقى بيضحك ضحكة خفيفة كده يقول له أنا فاهمك يا أبو تريكة، رجع على طول وغطى الأيمن قريب وماسك كورته على طول حسام حسن والغندور، لكن توصل ورا لغريب حافظ. أصعب لحظات طبعا هذا اللقاء على كلا الفريقين، نادي ترسانة بيحاول يعوض ومش يائس وعنده أمل والجول بيجي في ثانية، ونادي الزمالك بيحاول طبعا يأمن دفاعاته ويأمن ثلاث نقاط هذا اللقاء لمواصلة صدارة الدوري الممتاز. يا ترى نتيجة اللقاء هتكون ايه؟ ده اللي هنعرفه مع صفارة حكمنا الدولي الكابتن محمد مصطفى. ابراهيم حسن لأحمد صالح بيرجع ورا لوائل الأباني، وادي ضغط من استنلي اجك صاحب الهدف الجميل في هذا اللقاء، عدى كويس قوي هيثم فاروق وقدامه مساحه هيثم، تحرك من حسام حسن لكن فضل يلعب لاسامه نبيه ناحيه اليمين، اسامه بيلعب العرضيه وبيضلع خارج الملعب احمد زغلول. ادي اشرف قاسم وادي اوتو فيستر وضربه ركنيه من ناحيه اليمين لنادي الزمالك، طارق السعيد لأحمد صالح، الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء والعرضية وهو جول، هوبا ولسه خطر وخطر، وإبراهيم حسن والإثارة والمتعة في آخر لحظات هذا اللقاء، إبراهيم وحسام